هاي اثر التايرات ماله، هذا الغاز، هذا الغاز طبص. هسه عندنا اشكاليه بمحله اليهود، الماي مال السواق كله بالشتاء يفوت على على البيوت، وهسه اعتقد راح نقدم طلب باسم اهالي المنطقه، منطقه اليهود، راح نقدمه للاستاذ عماد بلكي يعمل لنا مجرى صندوقي بالنسبه لنا المحله حمام منقوشه وشارع فاروق كملت الحمد لله. بس اذا نجي على منطقه الميدان والاقلاعات والمنطقه المحصوره ما بين الجسر العتيق وجسر الثالث، خدمات يعني لحد الان الانقاض موجوده وماكو اي خدمات. التعويضات اذا سلموا التعويضات اهالي الموصل ما يريدون كل شيء من الحكومه. التعويضات اذا سلموها ما يحتاج المواطن الى كل شيء. وين المشاريع؟ الجسر الخامس لحد الان ما كملوه، الثالث ما كملوه. لا مدارس، لا شيء، لا اصخام، حشاك. بالنسبه للمنطقه القديمه تحتاج دعم، ما بس حكومه كمحليه، مركزيه ومحليه ودوليه، اضافه دوليه، لان بيئة دمار اكثر ما ممكن يعني. فالمنطقه القديمه تحتاج وتحتاج، اجد ما نقدم لها ما راح توفينا، لان هي الدمار، المركز صار الدمار بيها المنطقه القديمه. لحد الان هسه ماكو اصفه يعني، كملونا شارع وما يوصلونا وكهرباء وصلونا، بس بعد يعوز يعني، يعني ايش ما تقدم المواطن ما تكفي توافي. راح نشوف شلون نقول نجيب على جمل، بس راح ناخذ الاذن من الجمل، اذن من الجمل. نطالب الحكومة بتوفير المبالغ، توفير التعويضات، البطاقة التموينية، كل شيء يريد المواطن، أبسط حقوقه ما وصلته. والله تحتاج تعمير هاي الشلال، إنقاذ الوسخ، هاي المنهولات يعملوها مال الماي، هسه يشتغلون بها يوم وعشرة أيام تاركيها. هاي شلال الإنقاذ والحديد مالتها عمارة هاي متروكة، غادي أكوش عمارة من الإنقاذ مالها متروكة، أشياء ما تحتاج. خلي بس يكملون هاي القساطة مال المنهولات هاي مال الماي. هسه يعني زاد دمبر الله وكيل جابوا كرين شالوه، الله وكيل طمت جوا وجابوا كرين شالوه طلعوه. اكو 23 مليار مخصصه للمدن. هاي ما الفلوس هي هم اكو محليه ويعرفون شلون يتصرفون، منا للجيب ومنا للمشاريع. منا للجيب ومنا للمشاريع. الاكثريه وين تروح؟ والله بيد الله، ما حد يعلم بها الا الله. والله ما يعلم بها الا بس ربك، لان احنا ما وياهم. هسه من هنا من يم السياره لي جو، هاي كل ترابي على بالك بجري احنا. اكو 23 مليار. ايه. 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 لا والله ثلاث ارباع تروح بالجيوب. ثلاث ارباع. اي والله. والربع. على شغلات ظاهريه وهذا. نطالب من هالحكومه هاي ومن السيد المحافظ انه يدحق لنا. تعبنا نحن، والله تعبنا جماعه القديم.